عصر المباراة كلها من كل الاتجاهات. يعني من الاحتمالات الكبيرة الواردة برضه هو احتمال الوقت الإضافي. طبعا ده لمصلحتنا ولا مش مصلحتنا؟ ده سؤال. وإذا وصلنا للوقت الإضافي نتعامل معاه إزاي؟ بص يا كابتن، لمصلحتنا قوي قوي هتضغط على أعصاب فريق البرازيل اللي هي مش متوقعة السيناريو ده. هو السيناريو بتاعه إن هو فرقة بتوصل بسهولة جدا للنهائيات، بقى لها دورتين بتوصل للنهائيات، واحدة خدتها واحدة خسرتها، عندها مجموعة لعيبة محترفة سواء بقى في اوروبا او موجوده في البرازيل، فعندهم خبرات، عندهم تقل. في ثلاثه من الفريق الاول، سواء اثنين، واحد في خط الظهر مساك وباك رايت والحارس المرمى، في خبرات موجوده، لعيب في ايفرتون، في ارسنال، في اياكس. فهو مش متوقع، هو عايز يخلص بدري. صحيح. كل ما بتطول معاه، كل هو اللي ما بتضغط، كل ما بتطول معاه بيجيلك الثقه، وبعدين بيجيلك الروح بقى اللي هي روح المصريين اللي انت عايز تتغل وما تتغلبش. وفي نفس الوقت لو وصلت لضربات الجزاء ملهاش بقى حته مين اللي هيكسب، انت اللي خلاص متساويه الحظوظ. فانا شايف ان انت لما توصلها هيبقى بالنسبه لنا افضل من البرازيل بكتير. ضربات الترجيح زي ما بيقول الكابتن سامي كده ملهاش، بس مش عارف كده في حاجه كده قدامي. يعني برجع لكاس العالم الانديه، بالميراس والنادي الاهلي، فريق برازيلي، فريق كبير جدا، والاهلي بينجح في الفوز والشناوي ليه ضربتين صدهم. معرفش سيناريو برضو، يعني برضو يعني بنحلم او بنأمل زي ما بيقولوا. يعني شايف انه وجود الشناوي في ضربات الترجيح، فيما لو وصلنا لضربات الترجيح برضو مع ذكريات طيبة مع نادي بالميراس كاس العالم الاندية، ممكن بتديها نوع من انواع الثقة شوية. مليون في المية. بص يا كابتن، انا هاخد من كلام سامي في حتة. انت كل لما المباراة تمشي والنتيجة لصالحك فهو اللي بيتوتر. نعم. انت بتتكلم في 363 مليون يورو قدام 18 مليون يورو. نعم. انت بتتكلم في يعني في 200 ضعف. فلعيب ب 55 مليون يورو قدام اعلى واحد حجازي عندنا 4 مليون يورو. نعم. الموضوع واضح وصريح. بس الحقيقه هو كمان للامانه الشديده حجازي ده يلعب في اي نادي في اوروبا. طبعا. انا مش فاهم انه يعني ازاي ما ويست بروميتش وما كانش اساسي وما اتنقلش النادي تاني في الدوري الانجليزي. حضرات الله مش شايفها يعني. ده احسن، ده قد ديفيد لويس ده مثلا 100 مره يعني. حجازي. نعم. برضو الفكره ان هو ممكن يكون احترف متاخر شويه، لكن يعني الحمد لله كان ليا الشرف ان انا واحد من اللي صمموا ان حجازي يجي النادي الاهلي ساعه المهندس محمود طاهر. نعم. ولجنه الكوره، وكنا يعني رامي ربيعه وحجازي يعني تارجت مهم جدا كان بالنسبه. نعم. لنا في الوقت ده، وحجازي. نعم. ما شاء الله الله اكبر. وكان ليا نقاشات مع الكابتن ضياء السيد تحديدا في تحرك حجازي. ضياء كمدرب الترنات. اللفه واحد ضد واحد. لا حجازي. نعم. يعني حجازي ما شاء الله في حته تانية، غير التزام، كفايه ان هو المحترف الوحيد اللي في المنتخب. لا التزام وادب وقائد بجد. نعم. وقائد. صحيح. فكل ما المباراه تتاخر ده لصالح منتخب مصر. نعم. البرازيل واخدين الثلاثه الكبار سبحان الله، حارس المرمى واثنين في خط الدفاع. نعم. احنا كمان الميزه عندنا ان الثلاثه هم كمان بقدرات بدنيه عاليه جدا. نعم. يعني حجازي والونش والشناوي لا يقدروا يكملوا معاك ال 120 دقيقه وضربات الجزاء ومفيش مشكله. فطبعا الحاله النفسيه كل لما المباراه تروح لضربات الجزاء احنا طبعا ان شاء الله باذن الله نبقى اقرب، وان كانت طبعا ضربات الترجيح برضو يعني انت في الاخر برضو مهمه الحارس المرمى انه يشيل، لكن كمان اللي بيشوط طبعا. انت شايف اليورو. بص. نعم. اليورو يعني حاجه كوارث.